What doesn't kill you makes you stronger. ما لا يقتلك يجعلك أقوى. هذه يا جماعة الخير صارت وأنا في ثالث متوسط ممكن. كانت في 2011 ممكن أو 2010. المهم أنا كنت شخص سمين حرفيا. كان وزني في المية ممكن 45 146 كنت سمين لأبعد مرحلة. المكان اللي أنا كنت قاعد فيه أو عايش فيه كانوا الناس يتكلمون على الشخص يعني سمين يتكلم عليك يا دب وما أدري إيش كلام أقسم بالله العظيم إنك أنت ما تحب تسمعه. ممكن أنت قد قلت ما تخويك مثلا يا دب ما أدري إيش ترى أقسم بالله العظيم إن في بعضهم يتأثر لو كان يعني كوميدي لأبعد درجة. معروف عننا يعني اللي كانوا في تيم الدببة معروف عننا أنه مرة كوميديين مرة نحب الضحك أكثرهم وأغلبهم كذا. كانت الناس ترمي كلام كانت الناس تسب زي ما تقول. أنا ما سمي تنمر لأنه كان في يدي أقدر أغير الشيء هذا كان موجود في يدي الحل بس أني أنا تأخرت واجد. كانت تتكلم علي 24 ساعة. أول شهر مرت الأمور وضعي كان عادي ما في أي مشكلة. ثاني شهر تسامة ليه ما عاد تقعد في البيت ما عاد تطلع تقابل الناس وخلاص تفتك عندك السوني في البيت عندك أغراضك كلها في البيت. يوم الأربعاء يوم كانت الإجازة يوم الأربعاء تروح الرياض عند خالتك تقعد عندهم ما يهمك كلام الناس أبد. بس حرفيا سويت هذا الجدول ممكن أسبوع أو أسبوعين ثلاثة أسابيع قلت لا يا أسامة لا اللي قاعد تسويه غلط لازم تتغير. قلت أوكي. في 2011 وأنا خاش في نادي كنت أتمرن الفترة طويلة يمكن في يوم من الأيام ممكن تكذبوني بس المدربين اللي كانوا ماسكيني لأني كنت أتمرن في نادي كنت ألعب كورة في نادي كنت خلاص يعني زي ما تقول الرياضة هذه خليتها شيء أساسي عندي. المهم نزل وزني كان ممكن 148 كان هدفي بس إنه يكون وزني رقمين يعني بدل ما يكون 100 يكون 99 98 هذا هدفي الأول حرفيا. بس البداية ما كانت إنه هذا الهدف الأساسي بس الهدف الأول في أهداف. أول شيء أوصل 40 يعني 140 130 120 110 بعدين 100 بعدين 99. استمريت في هذه اللحظة ممكن قعدت حوالي سنتين أو ثلاث سنوات وأنا قاعد أحاول أنحف وحرفيا تعبت لأبعد درجة يا جماعة الخير يعني بشكل مرة كبير. الناس اللي كانوا معاي في نفس المنطقة مستحيل يتذكرون او مستحيل ما يتذكرون الاشياء اللي كنت اسويها من ناحيه تمارين من ناحيه مشي من ناحيه كوره من ناحيه سباحه من ناحيه كل شيء. قلت لازم تنحف خلاص ان الله ما يغير في قوما حتى ما يغيروا ما في داخلهم. المهم صرت اتمرن بشكل مره كبير فاستمرت الايام مرت السنوات ما راح اقول لك الشهور مرت السنوات وصل وزني ممكن 99. هذه المرحله جسمي صار فيه زي ما تقول ترهلات في الجسم او جلد زايد داخل الجسم. طبعا اول كانوا يستهبلون علي يوم كنت انا سمين الان الاستهبال على ايش على الجلد الزايد هذا. كنت استحي اني اطلع في مسبح استحي اني اروح في مكان لان حرفيا كان شكل بطني فيه جلد زايد ما اقدر اتحمل الموقف هذا. كنت ما انزل مسبح نهائيا شوف يمكن دب والله العظيم اني كنت انزل في اي مكان ماشي الهم. يوم نحفت صار وزني 90 قلت لا هذا لازم يتغير. حاولت انحف وصل وزني حرفيا الى 73 بس الان سامن شوي يعني تعرفون كورونا يمكن وصل وزني 100 ممكن 100 فوصل وزني ممكن 73 جسمي صار فيه ترهلات. اتذكر الموقف لحد الان اللي خلاني من بكره اقول اسامه لازم ابدا واسوي هذه العمليه. كنت اتمرن في احد الصالات او في احد الانديه موجوده عندنا فقررت اني ذاك اليوم اسبح. قلت والله العظيم اني مشتي مو اسبح اني اروح الجاكوزي بارد والحار. حرفيا كان جسمي كهيئه يعني من برا وانا لا كنت لازم ادب الملابس عشان الناس ما يبان عندها الشيء هذا. شكلي هيئه من برا تشوفني تقول ما شاء الله يا الجسم واصل اخر مرحله يعني جسمي تحس انه مره مره قوي لاني كنت العب حديد كنت منتظم في التغذيه ثلاث سنوات وانا على تغذيه سليمه حرفيا. فجاء ذاك اليوم واخترت اني انزل المسبح هذا وانزل الجاكوزي نظر لي احد نظره شفت اللي تشوفه من هنا يعني شخص كذا وانت داخل تشوف انه فزلك شخص من هنا يعني كان قاعد عاديه وكذا تحس باستشعار والله انا موجوده ذي فيني مدري ممكن موجودة في كل الناس. حسيت ان في شخص ناظرني قلت اوكي خلني اروح الحين بروح عند هذه اللي تحط فيها الملابس وتعلق فيها وتحط فيها الفوط. رحت حطيتها لبست حقة نعال الحمام الله يكرمكم. رجعت دخلت الجاكوزي كان هو تاكي في الجاكوزي البارد انا بدخل الحين حار بعدها بروح بارد. دخلت وكان يناظرني وقال لي يعني شوف بقول لكم شيء قال مش هذا الجسم والله العظيم اني اذكرها قال مش هذا الجسم. انا في هذه اللحظة كنت نازل جاكوزي الحار جتني يا اخي زي القهر اقول انا تعبان على نفسي ست سنوات اتمرن ست سنوات يا جماعة الخير وانا اتمرن عشان افتك من الكلام اللي قبل كانوا يقولوا لي يا سمين يا دب يا 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 يجي الحين هذا الشخص
يتكلم علي بالشيء هذا، خلاص اوكي خدت الجاكوزي الحار، ما كملت البارد، رحت خدت شاور ولبست، ما رحت النادي ممكن 3 أيام 4 أيام، أعلني من قبل مفروض أني أجهز نفسي للصدمة هذه، أني أنا ما أكشف جسمي عند أحد حرفيا. في ناس كثيرة ممكن تتابعني الآن فيها الشيء هذا، وراح أعلمكم كل شيء وش الأشياء اللي سويتها. جاء يوم من الأيام كنت أنا ممكن آخر سنة في الجامعة، ممكن آخر سنة في الجامعة، إيه ممكن آخر سنة في الجامعة، خلاص أنهيت أنهيت التخصص، باقي التطبيق. هذه الحالة الوالدة الله يسعدها يا رب قالت أسامة لازم نشتري لك سيارة، طبعا ما شريت السيارة إلا في الجامعة، شو ما تقولون يعني انت عيال لعمة ولا شيء، كلنا نفس بعض يعني. قالت الوالدة لازم نشتري لك سيارة، قلت لها خلاص ما في مشكلة، وش السيارة؟ قالت تبغى نفس اخوك، لانهم شروا لاخوي الاكبر مني. قالت تبغى نفس اخوك؟ قلت والله شوف يا يمه، سيارة اخوي كم دافعين عليها؟ قالت والله دافعين عليها ممكن 145 او 150. قلت انا يمه ما ابغى سيارة مرة فخمة، ابغى سيارة عادية، بس الفلوس الباقية ابغى اسوي فيها عملية. قالت امي اي عملية؟ انا هنا قلت شوف يمه لازم يمه اسوي العملية ابغى ارتاح. قالت لي والله شوف يا اسامة انا معاك، يعني صدق حرفيا امي وقفت معاي لان فلوس الاشتراكات هي اللي كانت تدفعها، ابوي مو مقصر والله، بس اني ما كنت احب ادفع اطلب من ابوي، ولا ابوي والله العظيم وامي يعطوني عيونهم لو يبغون. قالت لي ما في مشكلة بس شاور ابوك. قلت والله يمه ابوي ما اقدر اشاوره لاني خايف حرفيا، شوف في الجامعة وانا يعني واصل مرحلة اني خايف من ابوي، لان ابوي كان مرة هيبة، كلمته واحدة ما يثنيها يا إيه يا لا، والجوابات هذه صادمة، مستحيل إني أجي لأبوي كذا سيدة. قلت يا يمه تكفين روحي قلمي يا أبوي ما أقدر، بيني بينكم يعني أمي أنا تحبني في البيت يعني بشكل كبير. آخ الحين بقرر خواتي يا أخوي، والله أنا تعذري بشكل كثير يعني. قلت والله يما روحي قليلة، قامت امي تليلة يعني تعرفون اسلوب الام. قالت ميد ابوي، قالت ميد ابوي يا صالح اسامة يبغى يسوي عملية ولازم يسويها ومدري ايش. ابوي في البداية رفض بس ما قال لي، في البداية كان رفضه زي ما تقول رافض بسبب انه خايف من العملية هذه. قالت لي امي ان ابوك رفض، واستمر اضغط عليهم لين جاء ذاك اليوم قال ابوي والله بكيفكم انا مالي دخل. قلت خلاص يما انا ابغى السيارة الفلانية هذه، قيمتها اتوقع كان ممكن 90,000 أو 93,000 جديدة، والفلوس الباقية أبغى أسوي فيها عملية. قالت لي خلاص يا ولدي تم، بس رح شوف الدكتور. والله واطلع ذاك اليوم في أسعد يوم في حياتي، طلعت أنا واحد من أخوياي عزيز علي حرفيا ومن زمان عنا، طلعت الله يسلمكم واركب السيارة واروح الرياض وأسعر 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 وأدخل على دكاترة ما شاء الله أنت مسوي ربط، أقول لهم لا والله أني ناحف بإرادتي ومدري إيش، ينهبلون الدكاترة كيف قدرت تنحف 60 كيلو بدون ربط؟ قلت والله يعني أول شيء لا إله الله ما شاء الله كانت عزيمتي قوية حرفيا، كنت مرة مرة أتعب بشكل مرة كبير. قال لي الدكتور خلاص العملية راح تكلفك 35. كان الدكتور اسمه حسام في مستشفى النخبة عند سنشري برجر في العليا شمال. أوكي قال لي موعد عمليتك في الفترة هذه. جاء كشف علي، فك التيشيرت، خطط على جسمي بالخطاط، رسم الرسمة اللي راح تطلع في جسمي بعد العملية. قال لي اسمع أسامة هنا لازم توقع على ورقة، هنا بداية خفت. قال ورقة انه ما ادري ممكن تنجح عملية، ممكن نخسر دم واجد، نحتاج ناخذ الله يسلمك دم من برا يعني من بنك نشتريه بنك الدم. قلت اوكي ما في مشكلة، بس قالوا أسامة انت عندك شيء ممكن هذه من الاشياء النادرة اللي تصير للسمان، ان عضلات بطنك شوي مفتوحة، يعني بدل عضلات بطنك مو كذا لا في انفتاح شوي بعيدة عن بعض عضلات البطن. قال لي لازم يعني انت شغلك ما راح يكون جلد وبعدين نشيل الدهون ونركب دهون خفيفة على المعدة وزي كذا، لا انت شغلك لازم نوصل لما عضلات البطن نفتح عضلات البطن. قلت اوكي ما في مشكلة، بس انا في البداية خفت حرفيا، قلت كيف يعني؟ قال ممكن العملية هذه نفس العملية القيصرية في المرأة او زي كذا، ما تحس بشيء، انت بتكون مبنج بس بتقوم يعني كذا كأنك غمضت وفتحت. أنا حرفيا ما قد سويت أي عملية، تعرفون عملية اللي إذا جاء الولد يبغون يطلعونه من بطن أمه، في ناس يطلعونه من البطن يعني يفتحون البطن ويطلعون الولد هذا. قال أنها قريبة لما بس أنت باقي يعني لما آخر شيء العضلات بنوصلها. قلت أوكي ما في مشكلة، كم تحتاج ساعة العملية؟ قال لي شوف الناس الطبيعيين يحتاجون من 4 ساعات إلى ممكن 4 ساعات إلى 8 ساعات، أنت ممكن تحتاج، يقول لي كذا أنت ممكن تحتاج من 13 ساعة إلى 18 ساعة. أنا هنا حرفيا خف، أنا ما كنت أشوف لأن كان فيني ضعف نظر. جاء اليوم الموعود اللي قال لي يا أسامة لازم تجي في الوقت هذا. قلت له خلاص أوكي، وقع على الورقة بعدين أروح غرفة أتذكرها حقة تحليل الحساسية البنج هل هو يأثر أو ما يأثر. فقعدت في الغرفة فكيت نظاراتي، دخل علي الدكتور عطاني اللبس حق العملية، قال أسامة جاهز؟ جاهز. فتح حصل التخطيطات المرسومة، دقني إبرة، هذه مو الحين، هذه مو المخدر طبعا،
حطني على السرير، قال اسامه يلا تعال على السرير، حطني على السرير. انا حرفيا في البدايه كنت خايف لابعد درجه، خايف خوف لابعد درجه حرفيا، كان يدفني ما كنت اشوف، كنت اشوف كل شيء مغبش، الناس اللي ما تناظر بتعرف لان كان نظري ناقص أربعة، كان يدفني واشوف كل شيء مغبش واسمع دب 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 صوت مخيف، والبوابات بوابه كذا وفي نصها قزازه، اقول يا رب ان مو هذا اللي اسوي فيه العمليه، اشطف على الباب عادي اقول يا رب ان هذا الباب اللي اسوي فيه عمليه، لان الباب كان مخيف لابعد درجه. والله حرفيا الا ويندف الباب الكبير اللي فيه قزازه في النص وادخل، الا دكتور حسام توه جاي اللي بيسوي لي العمليه. ها اسامه جاهز؟ قلت انا جاهز، ويرفعني حطني على هذا، قال لي حط ذي على صدري تك 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 اللي التركيبات، وقاس ضغط الدم، وحط يدي وحط دائره هنا في يدي هنا، حط دائره حط كل شيء حرفيا. قال لي انت جاهز؟ قلت جاهز. قال طيب الحين هذا ابغاك تستنشق، جاب لي كذا من فوق وحط على ثمي، قال اسحب، وقلت حرفيا انا هنا في هذه اللحظه ما نمت. قال اسحب مره ثانيه، اسحبت ما نمت. قلت له دكتور حسام والله لو ما نام الحين ترى انا خايف الان، لو ما انام الحين ترى بكنسل العمليه واقوم، اقسم بالله العظيم من هذا كلامي. قال طيب اسحب اسحب اخر سحبه، حرفيا يوم قال اسحب اخر سحبه حسيت كذا على طول على طول على طول، يعني حسيت اني كنت مفتح ونسيت، زي ما تقول طفى الكهرب عندي، وانام انام نومه طويله مره مرة طويلة مرة طويلة، وأقوم كذا حسيت إنها طويلة من ناحية الوقت، بس من ناحيتي وأنا كذا مغمض حسيت إنها تغميضة وتفتيحة، بس سويت كذا وفتحت تم سويت العملية. جسمي كان قاعد ينتفض، يتنافض جسمي يتنافض 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 يتنافض. أبغى أعرف كم ساعة قعدت، الوالدة موجودة، أخوي موجود، خواتي موجودين، إلا شوي أناظر يمين، إلا كذا وأنا ناظر يمين أحس بنفس الحلم، أحس إني ثقيل يا جماعة الخير، احس اني قاعد اطير ماني على الارض. اناظر يمين كذا الا ناظر ناس واقفين، ناظر يسار ناس واقفين بس اشوفهم اسود، تمام اشوف كذا اسود اسود وابيض، وانادي يا سستار يا دكتور حسام يا سستار دكتور حسام، ما حد جاني. بعد فتره الا جاء كذا بعد دقائق جاء الدكتور، اوه سامة الحمد لله على السلامه خلاص حطوه في الغرفه الثانيه، طلعوني من غرفه العمليات حطوني في الغرفه الثانيه اللي هي غرفه الاستفاقه اتوقع، حطوني في الغرفه الثانيه وقعدت في غرفه الاستفاقه هذه، طولت حرفيا بطني ما اقدر اتحرك، رجولي كنت زي ما تقول ضامه كذا مسوي حرف السي كذا، يعني انا قاعد مسوي حرف السي. قال لا الحمد لله سويت العمليه وكل شيء امورك حلوه يا اسامه، والعمليه مره ما ادري ايش على انها يعني خذت وقت كثير، تدرون اني قاعد في غرفه العمليات حوالي 23 ساعه وانا جوا غرفه العمليات، قال خذت وقت كبير بس الحمد لله طلعت برسمه فنيه وما ادري ايش. قلت اوكي حلو حلو يا دكتور، حطيت راسي ونمت. المغذي 24 ساعه ما يوقف، وف 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 وف. جاني الدكتور قال له اسامه بنضغطك مغذي لان وجهك الان اسود، جسمك ما في دم حرفيا، وجهي كان زي ما تقول مفحم، وجهك ما في دم ما في اي شيء، جسمك لازم مغذي مغذي ما تطلع الان. وقفت، اذا وقفت اطيح ادوخ، واخذت المغذيات مغذي ورا مغذي مغذي ورا مغذي مغذي ورا مغذي، واستمريت على هذه الحاله. بعدها ممكن بيوم صح وادخل يدي كذا وادخلها وين فيه في بطني، واحصل بطني ملفوف بشاش ومحطوط عليه شد مقفل بطني تقفيل، قلت الحمد لله اني سويتها. وانا طالع كذا كنت لبست النظاره وانا طالع، الا واحصل شفتوا يوم اقول لكم قاعد اشوف ناس، صارت هي انابيب غاز حقت الاكسجين، ما صارت ناس حرفيا. طلعت قعدت في البيت ما يقارب ممكن اسبوعين، او مو اسبوعين لا استغفر الله، اسبوعين هذه بعد ما سحبت الخيوط من بطني، قعدت ما يقارب شهرين، شهرين وانا قاعد على السرير على حرف السي ما اتحرك، بس كنت العب كود 12، الناس اللي كانوا يحرقون كود 12 كنت العب معهم وانا منسدح حرفيا، كنت اشارك في بطولات وانا منسدح حرفيا. تمرت هذه الحاله فتره طويله، بعدها اسامه هذه اللحظه قرر انه يدخل يوتيوب، رجعت العب كوره. في الرجوع الاول الناس اللي بتسال، في الرجوع الاول كان الشيء يعني متعب من ناحيه جسمي، جسمي انفتح من خصر لين خصر، يعني من الجنب اليسار لين الجنب اليمين، يعني زي ما تقول ما بيوريكم انا لان شوي انا ما اهتميت في زي ما تقول لزقات التجميل اللي اعطوني اياها، مشقوق نصين حرفيا جسمي انا مقصوص نصين، تمام اوكي مفتوح نصين اوكي. الناس اللي تبغى تسويها ومستحيه او انها خايفه، حرفيا انا اقول لك من الان ابدا سوها لانها شيء مره سهل. بعد فتره صرت البس اللبس اللي ابيه، اطلع المكان اللي ابيه، ممكن في بتطلع لكم صور بحطها في المونتاج شكلي بعد ما دخلت نادي، وصدق حافظت على جسمي بشكل مره قوي، طلع جسمي مره كويس،
هذه المرحلة، وإن شاء الله أني راجع للنادي أصلا قريب. إلى هنا وصلنا نهاية قصة اليوم، الله يعطيكم ألف عافية يا جماعة الخير. والناس اللي تعاني من شيء هذا، ترى الشيء هذا مو عيب، هذا شيء طبيعي داخل الجسم، فلا تتحطم، شد حيلك يا وحش. وأشوفكم في ملاك، معكم أسامة، السلام عليكم يا جماعة الخير.